أما بالنسبة لأخبار المحافظات فمعانا مجموعة من الأخبار اللي تم حضراتكم، زي مثلا أن في محافظة البحيرة تم الانتهاء من رصف 8 طرق بتكلفة بلغت 52 مليون و609 ألف. أما في محافظة دمياط فتم إصدار 28,530 قرار علاج على نفقة الدولة خلال أول 4 شهور في العام الجاري 2023. كمان امبارح في المحافظات تم الإعلان عن توفير 54,906 فرصة عمل، وده ضمن مبادرة مشروعك في محافظة الشرقية. ودلوقتي في شمال سيناء بيتم تنظيم حملة لإزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش بالعريش استعدادا لموسم الصيف، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية هنتابعها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتيرة عن المشروعات التنموية والخدمات اللي بتتقدم لأهالي المحافظات. في البحيرة تم الانتهاء من رصف 8 طرق بتكلفة 52 مليون و609 ألف جنيه، وده خلال شهر إبريل الماضي، منهم طريق جسر ترعة الفيرانية بدمنهور بطول 3 كيلومتر. في دمياط أكدت مديرية الصحة أنه تم استصدار 28,530 قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي 36 مليون جنيه، وده خلال ال4 شهور الأولى من العام الحالي، وده في إطار خطة الدولة لدعم محدودي الدخل وتوفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين. في المنوفية بيتم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، ولحد دلوقتي تم زراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق المحافظات. في الوادي الجديد بيتم تنفيذ أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، واللي بيتم تنفيذه وفقاً للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. في سوهاج أعلنت المحافظة عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 ل 572 ماكينة خلال 3 سنين، وده ساهم بشكل كبير في خدمة مرضى الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم وتقليل زمن الانتظار. في الشرقية وفر برنامج مشروعك بالمحافظة 54,906 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية تخطت 3 مليار جنيه. في شمال سيناء بيستعد مجلس مدينة العريش لاستقبال موسم الصيف من خلال حملة لإزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش والألسنة الممتدة داخل البحر للتيسير على رواد الشواطئ، وبتشمل الحملة رفع الرمال من الكورنيش البحري والمماشي السياحية بطول 10 كيلومتر من منطقة المساعيد غرباً حتى منطقة غرناطة شرقاً، وكمان رفع كفاءة دورات المياه العمومية المنتشرة على طول الشاطئ. في الدقهلية بيتم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي لدعم 90 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع توفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تماماً.